مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تحت سقوف منازلهم وبين جدرانها يقف سكان العالم في انتظار تراجع وباء كورونا. حجر منزلي إجباري على سكان الكرة الأرضية، إذ لا حل لمواجهة هذا الفيروس سوى البقاء داخل المنازل بعيدا عن التجمعات. الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج وجدوا أنفسهم مجبرين أيضا على البقاء في منازلهم من أجل البقاء على قيد العافية، لكن البقاء هنا مكلف وله ثمنه بسبب الاحتياجات المعيشية التي يفرضها الحجر عليهم. عملت كل الدول على الاهتمام بطلابها المبتعثين وتأمين احتياجاتهم المعيشية وتأمين كل ما يستلزمه الحجر المنزلي، وكالعادة كانت اليمن خارج هذه الدول، إذ أهمل الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج من قبل ظهور فيروس كورونا حتى 3/4 دراسية لم تصرف بعد، ولا شيء يصرف سوى الوعود، ولم يجد الطلاب على طاولات طعامهم سوى أطباق المماطلة التي تقدمها الجهات المعنية كلما ضاق بهم الحال ورفعوا أصواتهم الطلاب. عن كيف يواجه الطلاب المبتعثون احتياجات الحجر الصحي المنزلي في ظل تأخر صرف مستحقاتهم سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. لكن قبل أن نبدأ باستقبال ضيوفنا والذين سيكون مجموعة من رؤساء اتحاد الطلاب المبتعثين في الخارج، نذهب لمتابعة هذا الفيديو الذي عده مجموعة من الطلاب المبتعثين. إلى فخامة الرئيس الوالد عبد الرب منصور هادي، وإلى نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، معالي الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، إلى حكومتنا الموقرة ممثلة بالدكتور معين عبد الملك، إلى وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة. نحن الطلاب اليمنيين في الخارج نرسل إليكم هذه المناشدة العاجلة، نناشدكم بالنظر في أمرنا، وضعنا سيء جدا، نناشدكم ونطالبكم باسم القسم الجمهوري الذي أقسمته أمام الشعب، نناشدكم بالقسم الدستوري الذي أقسمتموه بالوقوف مع أبنائكم الطلاب، رجاء أن نرجوكم نناشدكم أن تتركوا المهاترات السياسية، أن تتركوا الخلافات بينكم، وأن تركزوا الآن على إنقاذ الطلاب من هذه الكارثة الإنسانية الذي نحن بصدد الدخول إليها بسبب هذا انتشار هذا المرض وهذا الفيروس. نناشدكم اليوم بصرف مستحقاتنا المالية المتأخرة من قبل وزارة التعليم العالي، كون الوضع أصبح خطير ومخيف جدا بسبب الانتشار السريع لجائحة كورونا في العالم. نناشدكم بسرعة تنفيذ وعودكم، نحن لم نطالب المستحيل وإنما أبسط حقوقنا وهي صرف مستحقاتنا متأخرة. نحن نمر بظروف صعبة واستثنائية يملأها الخوف والهلع، فأمرنا صعب جدا، فوضعنا لا يقبل التسويف. تنفيذ وعود رئيس الوزراء صرف الربع الرابع للطلاب اليمن في الصين. أصبح الطالب اليمني يعاني من صعوبة في توفير مستلزمات الحياة الضرورية الصحية والغذائية. أصبح الطالب اليمني لا يستطيع دفع الإيجارات، لا يدفع الرسوم الجامعية، لا رسوم التأمين الصحي. الغرامات بسبب التأخير في دفع الالتزامات المالية أثقلت كاهل الطالب اليمني. ناشدنا الحكومة لأكثر من مرة لنظر أوضاع الطلاب لدعمهم. الطالب المبتعث يعاني، الطالب غير المبتعث يعاني. ونطالبكم بسرعة إجراءات صرف الربع الرابع، حيث أن الطلاب اليمنيين بالمغرب خاصة وبالخارج عامة يعانون أوضاع صعبة وكارثية. كما تعلمون فإن العالم اليوم يمر بأزمة لم يسبق لها مثيل، متمثلة بوباء فيروس كورونا كوفيد-19 المنتشر في مختلف دول العالم، والذي قامت على إثرها العديد من الدول بإجراءات وقائية. إذن كانت هذه مناشدات الطلاب اليمنيين المبتعثين حول العالم للحكومة الشرعية، ناشدوهم باسم القسم الذين أقسموا عندما تولوا مناصبهم. الآن ينضم إلينا من روسيا رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين هناك أنور السفياني. مرحبا بك أنور، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك أنور، كيف هو وضع الطلاب في ظل هذا الوضع الذي يمر فيه العالم أجمع؟ الطلاب اليمنيون في روسيا كيف وضعهم مع الحجر المنزلي وتأخر المستحقات المالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم مجددا على الاهتمام بقضايا الطلاب المبتعثين في الخارج، ودعيني أتحدث بثلاث نقاط أساسية. واحد، الحجر الصحي. تفضل. اثنين، المستحقات المالية. ثلاثة، الدور السلبي للسفارات.
بداية لا يخفى على الجميع الوضع الذي يعيشه الطلاب اليمنيين الدارسين في مختلف دول العالم وأيضا في روسيا بشكل خاص، وضع صعب للغاية. لحد الآن كل الطلاب داخل سكناتهم وبيوتهم، لا يستطيعون التحرك على الإطلاق، وضع يعني مشدد للغاية. مع هذا لا مستحقات مالية موجودة ولا تعاون من قبل السفارات ولا من قبل الحكومة، يعني الوضع بشكل عام كارثي. وإذا لم تتجاوب الحكومة وتصرف مستحقات الطلاب بشكل عاجل فإن يعني سيكون هناك مأساة حقيقية. نعم أنور، كم من الأرباع متأخرة وكيف تتدبرون أموركم؟ نعم، بخصوص المستحقات المالية، طبعا لحد الآن الربع الرابع للعام 2019 حتى اللحظة لم تصل، ونحن في شهر 4 للعام 2020. المتأخرات لحد الآن الربع الرابع للعام 2019، الربع الأول ل 2020، والربع الثاني ل 2020، وكذا الرسوم الدراسية للعام 19 و20، يعني العام اللي انقضى لحد الآن. هذه تعتبر متأخرات حسب تصريح وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة، وبعد مناشدات وبعد تظاهرات إلكترونية ورسائل وبيانات يعني عديدة، تفاجأ أنه سيتم صرف الربع الرابع، لكن حتى اللحظة من بداية إبريل حتى الآن لا جديد سوى تصريح وزير التعليم العالي على صفحته. وعند هل تتواصلون معه من تلك اللحظة عندما قام بوعدكم بصرف المستحقات؟ من هو المسؤول عن ترجمة هذه الوعود؟ من المسؤول عن إيصال المستحقات؟ عندكم السفارة في روسيا، ماذا تقول لكم؟ لا أخفيكم أنه نحن نبذل يعني نحن في 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 قيادات الاتحاد على مستوى الدول نبذل قصار جهودنا لإيصال أصوات زملائنا الطلاب، يعني حاولنا التواصل مع دولة رئيس الوزراء، مع وزير التعليم العالي، مع كل الموظفين داخل وزارة التعليم العالي حتى آخرهم، ويعني نفس الكلام كل يوم وعود خلال أيام خلال يومين. نحن وزارة التعليم العالي نتفاجأ أنهم نحن قمنا بما يجب أن يعني بما يجب أن نقوم به، وبعثنا الكشوفات إلى وزارة المالية والعرقلة حاصلة في وزارة المالية. وزارة المالية لا حياة لمن تنادي رأسة، يعني كلها يبدو أنه لحد الآن مجرد وعود لا تسمن ولا تغني من جوع. كمان أمس تفاجأنا بتصريح نائب وزير نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي والأستاذ سالم الخنبشي أنه سيتم صرف الربع الأول. يعني نحن لحد الآن لم نفهم هل سيتم صرف مستحقات ربعين اللي هو الرابع والأول أم فقط يعني الربع الرابع. نريد ترجمة لهذه التصريحات، نريد أشياء ملموسة نستطيع يعني يستطيع الطلاب البقاء على قيد الحياة خلال هذه المرحلة. بنقطة أخيرة أحب أن أتطرق لها، دور السفارات. طبعاً دور السفارات لحد الآن في كل دول العالم خلال الفترة الاعتيادية يعني يهتموا بجالياتهم بطلابهم وما إلى ذلك، ما بالك في خلال هذه الفترة اللي هي فترة الكارثة. كل سفارات العالم يعني تبذل قصار جهدها لخدمة مواطنيها. للأسف الشديد سفارتنا في موسكو لحد اللحظة وكأن الأمور طبيعية، حاولنا قدر الإمكان التواصل معهم، أرسلنا رسائل آخرها رسالة اليوم أنه وزارة رئاسة الوزراء تعمل على تقييد أسماء العالقين. ما دور السفارة لحد الآن؟ لا نعلم. أنور وضح العالقين فين؟ العالقين في روسيا، لدينا عالقين من طلاب من تم إسقاط أسماءهم، من تم إسقاط أسماءهم في هذا الربع الرابع يعتبروا في إطار العالقين، لأنهم
لا يستطيعوا العودة إلى الوطن ولا توجد لديهم مستحقات. لدينا مرضى أتوا يعني من اليمن للعلاج داخل هذا البلد في روسيا، لدينا مجموعة كبيرة من المواطنين يعتبروا مواطنين، وحسب توجيهات رئاسة الوزراء بخصوص هذا الشأن، نتمنى من السفارة يعني إيجاد آلية معينة للتعامل مع هؤلاء على اعتبار أنهم عالقين، ليشملهم ما يشمل بقية العالقين في بقية الدول. صحيح، هنالك كان أخبرتنا ولتنا الكثير من الدول قامت، الكثير من أقصد من المسؤولين اليمنيين قاموا بإرسال مبالغ مالية لليمنيين العالقين في عدد دول كماليزيا ربما ومصر. رسالة توجهها أنور، وباختصار بمطالبكم للجهة المعنية مباشرة لصرف مستحقاتكم. نحن رسالة بشديدة الاختصار، يعني وزارة التعليم العالي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عننا. نحن شحبنا من المناشدات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وزارة التعليم العالي تقع عليها المسؤولية القانونية والإخلاقية على اعتبار أننا طلاب مبتعثين نتبع وزارة التعليم العالي ولا نتبع أي جهة. شكرا أنور. نتمنى من وزارة التعليم العالي يعني سرعة صرف مستحقاتنا كاملة، وهم يعرفون ما هي المستحقات المتأخرة. نعم، إذا أنور السفياني رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في روسيا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، نستقبل الآن وليد العوا وهو رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان. مرحبا بك وليد، مساء الخير. أهلا أستاذة، مساء الخير لك والجميع المشاهدين. أهلا بك وليد، كيف هو وضع الطلاب في السودان وكيف هي الأوضاع الصحية من ناحية وباء كورونا والحجر المنزلي في السودان؟ والله حقيقة لا يقل حالنا عن كثير من الدول، وبالذات نحن في السودان. تعتبر السودان من الدول الفقيرة كما هو معلوم. فوضع الطلاب وضع يزداد سوءا، خاصة مع الحظر الشامل الذي سيأتي. أخي أنور تكلم عن نقاط لن أعيدها، وهي الحظر الصحي وما يؤول إليه من صعوبات على الطلاب والمستحقات المالية. سأتكلم عن وضع الطلاب في السودان. وضع الطلاب في السودان، أولا النقطة الأولى هي وضع السودان الاقتصادي. يزداد الوضع الاقتصادي سوءا يوما بعد يوم قبل جائحة كورونا، فما بالك بعد وجود هذه الجائحة ووجود الحظر الصحي واعتماد الطلاب المبتعثين على المستحقات المالية فقط، ليس لهم دخل إلا المستحقات المالية. أضاف إلى ذلك طلاب النفقة الخاصة أيضا، يعني وضعهم يزداد سوءا بعد سوء. وضع السودان الاقتصادي يؤثر تأثير مباشر كبير على الطلاب المبتعثين وطلاب النفقة الخاصة في السودان. فهذه النقطة التي أريد أن أتكلم عنها هي وضع السودان الاقتصادي. لابد أن يكون هناك تحرك من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وزارة التعليم العالي، للنظر في أحوال الطلاب، فنحن في مسؤوليتهم وهم في الدرجة الأولى، لابد أن يهتموا بهذا الأمر. صحيح، ومع بداية هذه الجائحة أيضا كان هناك ظهور لرئيس الوزراء معين وأيضا لرئيس الحكومة، وأبدو تفاعل مع الوضع الذي تمر به العالم وأيضا اليمن، وأبدو اهتمام بذلك. إذا نتمنى أن تترجم هذه الكلمات وهذه التصاريح وهذه الوعود إلى أعمال. هؤلاء الطلاب هم يمنيون، هؤلاء مسؤوليتكم. كان أنور تحدث أنه 3-4 متأخرة عليهم على الطلاب في روسيا، أنتم في السودان متى آخر مرة استلمتم مستحقات؟ كم هي المستحقات المتأخرة عليكم؟ كيف تتدبرون أوضاعكم في ظل انقطاع المستحقات؟ هي النقطة المشتركة أستاذتي الكريمة، هي النقطة المشتركة بين جميع الطلاب المبتعثين في كل دول الابتعاث، تأخر الأرباع. نحن كذلك متأخرة علينا 3/4. آخر ربع استلمناه هو الربع الثالث من 2019. إلى الآن وعود بأنه سيأتي الربع الرابع، إلى الآن لم يأتي، مع أن احنا كنا نتمنى من معالي وزير التعليم العالي أن يكون تصريحه بصرف الربع الرابع والأول والثاني. يتدبر زملائي وزميلاتي الطالبات في السودان أمورهم، كثير منهم من السودان، كثير منهم من تراكمت عليه إيجارات، كثير منهم من تراكمت عليه رسوم جامعية يدفعها من المستحقات المالية، كثير منهم من يتصل بي شخصيا كرئيس للاتحاد يبحث عن دين او قرضه حتى يستطيع ان يمشي اموره في هذا الوضع.
نحن نمر بوضع مأساوي جدا، ولا بد أن يكون هناك تحرك سريع جدا 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 قبل أن تتأزم الأوضاع في السودان، فلا نستطيع أن نغطي ولا نستطيع أن نقف مع زملائنا الطلاب في أي شيء يعني. نعم، إذن وليد العون رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن معنا خالد الشرعبي وهو رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في باكستان. مرحبا بك خالد، مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. إذن كما فهمت من وليد أن المشكلة ربما هي واحدة، أن عندما تصرف المستحقات تصرف للطلاب في جميع الدول، وعندما تتوقف تتأخر تتأخر في جميع الدول. إذن أنتم كما في روسيا والسودان متأخرة عنكم المستحقات لثلاثة أربعة. نعم وهو كذلك. بداية أحب أن أشكركم على استضافتنا واهتمامكم بنا كطلاب اليمن بالخارج. نحن كطلاب اليمن في جمهورية باكستان نحدثكم مساكننا في ظل التفشي المستمر والمتسارع لجائحة كورونا كوفيد 19 وقيود الحجر المنزلي المستمر هنا في باكستان، حيث أصبحت الخدمات غير متوفرة لنا بشكل كلي ولا نحصل عليها إلا بصعوبات، وما يزيد ذلك من معاناتنا تأخير المستحقات المالية لثلاثة أرباع، وهي الربع الرابع 2019 والربع الأول والربع الثاني من عام 2020 والرسوم الدراسية. طبعا تأخير المستحقات المالية هي من قبل وزارة التعليم العالي في اليمن، والتي لم نرى منها إلا رسائل الاطمئنان ووعودها المتكررة وعدم مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الطالب في الخارج وخاصة في جمهورية باكستان. وحكومتنا من جانب آخر وكأن الأمر لا يعنيها، فلماذا هذه المماطلة؟ نريد أن يفيقوا ويعملوا بجهد ويجدوا آلية للعمل والصرف لمستحقاتنا المالية كطلاب اليمنيين في الخارج. أختي العزيزة، أصبح الطالب اليمني بالخارج يعاني من عدم القدرة على شراء مستلزمات الحياة وخصوصا الوقاية منها بسبب عدم انتظام صار مستحقات الطلاب. ومماطلة وزارة المالية ووزارة التعليم العالي في إعداد الكشوفات والتوجيهات، فالوضع بعد لا يحتمل صبرا، وبعض الطلاب لا يجدون قوت يومهم وخاصة في جمهورية باكستان. وأيضا لا أخفي عليكم مطالبتنا المتكررة لوزارة التعليم العالي بخصوص الدفعة الأخيرة من طلابها المبتعثين لعام 2019-2020 بضم أسماءهم في كشوفات الربع الرابع، كونهم قد وصلوا بلد الدراسة منذ وقت مبكر وفي ظروف صعبة، حيث يواجه الأمرين منها عدم صرف مستحقاتهم المالية، ومن جهة أخرى لجائحة كورونا في جمهورية باكستان. تتخيل الآن عدد الحالات المصابة من جائحة كورونا 6930 حالة، والحالة في ارتفاع مستمرة، وعدد الوفيات 128 حالة وفاة. ظروف الطلاب في باكستان أصبحت صعبة للغاية. نعم، وهنالك أيضا من الطلاب من هم مع عائلاتهم، هنالك من الطلاب مع عائلاتهم، هنالك من الطلاب متزوجين ولديهم أطفال. نعم نعم كذلك، موجود لدينا طلاب مع عائلاتهم ولديهم أطفال. لذلك حكومتنا ووزارة التعليم العالي يطلوا علينا كل يوم بالوعود المتكررة وعدم الالتزام بوعودهم فيما يخص الربع الرابع الذي قد مضى من موعد صرفه ربعين متتالية. فبدلا من يتم تعديدنا بالربع الأول والثاني لعام 2020 وإضافة مبالغ لنا نواجه هذا الظرف العصيب، يحدثون عن الربع إذا وصل لا يكفي الطالب في سداد ديونهم والتزاماتهم للجامعة. حاليا نحن كطلاب اليمن في الخارج وخصوصا في جمهورية باكستان بحاجة إلى ما يسعفنا لو قدر الله وأصيب أحدهم بالوباء، فالفحوصات والعلاجات قد ليست على الطالب الحصول عليها بسبب عدم حصولنا على مستحقات. لذلك على رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية إيجاد حلول جذرية للانتظام في صرف المستحقات وتعزيز الطلاب بها في هذا الوضع الاستثنائي، فالوعود أصبحت لا تشبع بطون الطلاب. طبعا أختي العزيزة، أريد أن أضيف نقطة عن الطالب العائد إلى أهله الدكتور مصطفى الحمزي، كان عائد من جمهورية باكستان. طبعا الاتحاد العام لطلاب اليمن في جمهورية باكستان اعتقال الزميل الدكتور مصطفى الحمزي من قبل سلطات الأمن في مارب. دعوني أخبر المشاهدين الكرام وأخبر سلطات الأمن في مارب عن الدكتور مصطفى الحمزي. نعم، الحجر الذي تتحدث عنه خالد بسبب حجر صحي أو حجر أو احتجاز سياسي؟ اعتقال بسبب أنه لقى اعتقال شخصي للدكتور لزميلنا الدكتور مصطفى الحمزي. دعني أخبركم عنه وأوصل رسالتي كرئيس اتحاد الطلاب اليمن في باكستان إلى الحكومة في مارب. طبعا الدكتور مصطفى الحمزي كان طالب دكتوراه باللغة الإنجليزية في جامعة بيشاور جمهورية باكستان، مرشح من جامعة حجة.
عبر وزارة التعليم العالي. غادر الأراضي الباكستانية بعد ما أكمل درجة الدكتورة بامتياز من جامعة بيشاور، وله 6 سنوات في باكستان من قبل الحرب، ثم غادر إلى المملكة العربية السعودية أواخر شهر فبراير من عام 2020 لإداء فريضة العمرة، وثم السفر إلى اليمن، ولا نعرف أخباره إلا البارحة إنه معتقل من قبل سلطات الأمن في مأرب. ومن خلال معرفتنا بالطالب فهو لا يمارس أي نشاط سياسي، فهو مجتهد في مجال البحث العلمي في مختلف المراحل الجامعية والعليا. هذا ما نعرف عنه كزملاء له في باكستان. لذلك نطالب الشيخ سلطان العرادة محافظ مأرب والسلطات الأمنية في مأرب أن يطلقوا سراحه قوله طالب علم. نعم خالد، وصلت المناشدة واتضحت الصورة، وربما في الأيام القادمة سنخصص حلقة لها لهذا الموضوع، وربما نتابع هنا في القناة عن طريق نشر تغطياتنا الإخبارية للموضوع. خالد الشرعبي، شكرا جزيلا لمشاركتك معي، ونتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا، الآن معنا عبد الله سيف، وهو رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الصين. مرحبا بك عبد الله، مساء الخير. هلا ومرحبا، السلام عليكم. أولا شكرا لكم على التواصل، كن معنا. هلا. نعم اسمعك تفضل عبد الله. في البداية احب ان اوضح الجميع وضع الطلاب اليمنيين في الصين. اعتقد الوضع لا يخفى على احد. طلابنا منذ شهر يناير حتى الان ونحن تحت الحجر الصحي، وايضا قد كان في منتصف شهر فبراير رئيس الوزراء صرح بصرف الربع الرابع بصورة استثنائية للطلاب اليمن في الصين. أنا مجرد بلد فقط لا غير، ولن نستلم من هذه الورشة. أيضا الطلاب رغم طول فترة الهجرة الصحي من شهر يناير حتى الآن، من الطلاب لا زالوا متواجدين في الصين، ومنهم من سافر إلى ماليزيا ولم يستطع العودة إلى الصين، وزيادة نفقة هناك والفنادق و نعم عبد الله. نعم عبد الله، للاسف انا لا اتمكن من سماعك بشكل جيد، سنقوم بانهاء الاتصال وربما الاتصال بك في وقت اخر اثناء هذه الحلقه ان سمح الوقت. شكرا عبد الله، ونعتذر انا لا اتمكن من سماع اي شيء مما تقوله. معنا عبد القادر العنين، وهو رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الهند. مرحبا بك عبد القادر، مساء الخير. مساء النور اختي، ومرحبا بكم، وتحيه لكم ولطاقم العمل في قناه بلقيس، ولكل مشاهديكم الاكارم، وايضا للزملاء الذين تاخذوا من قبلي. اهلا بك. نعم، شكرا لكم بدايه على هذه الاستضافه، وشكرا لكم على اهتمامكم بهذه القضايا وليست غريبه على قناه بلقيس وبرنامجكم الرائع. لن أكرر النقاط التي تم الحديث عنها من قبل الزملاء الذين تأخذوا من قبل. أردت فقط أن أقسم هذا الوضع الذي نعيشه الآن، والوضع الوضع الحجر المنزلي، إلى جزئين. الجزء الأول هو الجزء الإيجابي في هذا الحجر الصحي، وربما نقسمه إلى جزء طلابي وجزء رسمي حكومي. فالجزء الأول هو الجزء الإيجابي من الموضوع، أو الجهة الإيجابية من الموضوع، وهي الطلاب الآن يستغلون وقتهم ويستخدمون الوقت في أشياء مفيدة جدا، بداية من الدورات التي نأخذها يعني بحكم توفر الإنترنت في جميع الدول التي ندرس فيها، فنحصل على دورات أونلاين من كثير من المواقع وكثير من الجامعات العالمية. وأيضا نقوم في الاتحادات الطلابية نقوم بإعداد محاضرات وندوات لكثير من المدربين. نعم عبد القادر، كل ما ذكرته شيء جميل، ونحن فخورون ان اليمنيين في الخارج يستغلون هذه الظروف. نعم. بطريقه ايجابيه، لكن كيف هو الوضع مع تاخر المستحقات هؤلاء الطلاب اليمنيين الماكثين في الحجر؟ نعم. الصحي في ظل انقطاع المستحقات، كما قال من سبقك بالحديث، لثلاثه ارباع، في ظل هذا الوضع السيء، كيف يتدبرون طلاب امورهم؟ وهنالك من يصطحب عائلاته، هنالك من له اشهر ربما في الحجر المنزلي. نعم، وهذا هو الجزء السلبي في هذا الوضع. طبعا كما نعرف او يعرف جميع المشاهدون ان المراحل الاستثنائيه ومراحل الطوارئ والكوارث تحتاج الى قرارات استثنائيه وعمل استثنائي من الحكومات او حكومات الدول.
لكن ما ناست عليه وما نستغربه ايضا ان حكومتنا حتى في هذا الوضع الطارئ وحتى في هذه الكارثه او الجائحه التي عمت على العالم اجمع ايضا تتعامل بنفس العقليه، تتعامل بنفس الطرق ونفس خطوات العمل البطيئه. الأربعاء الماضية كانت تتأخر بعد تصريحات وزير التعليم العالي تتأخر إلى شهر أو شهر ونص، فكنا نتوقع هذه المرة بعد تصريح وزير التعليم العالي وفي هذه الجائحة التي نمر بها توقعنا أن يكون العمل على الأقل أسرع قليلا مما كان من قبل، لكن قبل حوالي شهر صرح وزير التعليم العالي وإلى الآن لم نستلم أي شيء، ما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة وهي حلقة وزير التعليم العالي يصرح ورئاسة الوزراء تنفي التصريح والمالية تؤخر الصرف أو تحويل المستحقات إلى الملحقيات. وبين كل هذه التصريحات والدوشة عبد الله باختصار أين المشكلة؟ هذه المشكلة الأزلية ما سببها الرئيسي؟ عفوا؟ هذه المشكلة الأزلية تأخر المستحقات عن الطلاب ربما هي من سنتين أو ربما أكثر ونحن نتحدث عنها وأنتم مستمرون بالمطالبة بانتظام المستحقات. الآن في ظل هذه الأزمة العالمية يجب على المسؤولين في الحكومة الشرعية أن يعوا أن الوضع الآن ليس قابل أبدا للمماطلة ولا للتسويف ولا للإهمال، لكن ما هي المشكلة الرئيسية باعتقادك، السبب الرئيسي لعدم انتظام صرف المستحقات باختصار عبد القادر؟ في رأيي الشخصي هو طريقة تعامل الحكومة مع طلاب العلم في الخارج. أعتقد أننا في نهاية حسابات الحكومة، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو التخبط الواضح الحاصل في سواء وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء ووزارة المالية. عندما يصرح وزير معين بأن سيتم صرف المستحقات، ما الذي يمنع ذلك؟ لماذا يتأخر مثلا رئيس الوزراء في توقيع التوجيه؟ لماذا يتأخر وزير المالية في تحويل المستحقات؟ هذه هي المشكلة. هناك حلقة مفقودة في التواصل أو في التعامل، ربما خلافات سياسية، ربما لا أدري ما هي المشكلة بالتحديد، لكن هذا هو عدم التنسيق. المشكلة أن ليس لدينا دولة حقيقية عبد القادر، لدينا مجموعة لصوص. عبد القادر العنين رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الهند، شكرا جزيلا لك. إذا عاد معنا عبد الله سيف من الصين. عبد الله سيف، أتمنى أن يكون الاتصال هذه المرة واضح، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. عبد الله، أنا كنت في المرة السابقة لا أسمع شيء مما قلته. كان هنالك ربما منشور في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المسؤولين في الحكومة الشرعية صرحوا بأنه سيتم صرف أحد الأربع قريبا، هل هنالك تنسيق معكم في الاتحاد؟ هل لديك أي معلومات حول ذلك التصريح؟ طبعا لدينا معلومات مثلما في بقية الاتحادات، أيضا كما أخبرتكم سابقا نحن هذه التصريحات قد اعتدنا عليها. رئيس الوزراء صرح قبل ذلك للطلاب في الصين بشكل خاص في منتصف شهر 2 هذا العام أن الوضع الرابع بصورة للطلاب الصين بسبب الوضع المختلف، وضع الصين بدأ الحجر الصحي من بداية شهر 1 حتى الآن، وهذه التصريحات حتى الطلاب اصبحوا لا تعني لهم شيء، مجرد واحد شخص تصرح والاخر ياتي في وهكذا، فلا نتاكد او الطالب يلمس الشيء الا عندما تحول المبالغ الى الملحقيه الثقافيه ويبدا التوزيع. ايضا نحن في الصين نعاني من امور اضافيه في البدايه، كما قلت الحجر الصحي بدا من بدايه شهر يناير حتى الان، ايضا اغلب الطلاب بعض الطلاب سافروا الى ماليزيا ولم يستطيعوا العوده الى الصين، وتكاليف اضافيه من فنادق وسرقه اضافيه وليس لديهم الى لهم مستحقاتهم الماليه. ايضا الدراسه بدات اونلاين. عبد الله، للاسف ما زالت المشكله قائمه، انا لا اتمكن من سماعك، لا اعرف ما هي المشكله بالضبط، الصوت غير واضح، أعتذر منك عبد الله، ولكن أنت كما تعلم نحن في كل فترة نخصص حلقة لموضوع الطلاب، وبالتأكيد سيكون معنا في الأيام القادمة حلقة لمتابعة الوضع. أشكرك عبد الله على كل الجهود التي تبذلها مع الطلاب في الصين، ونتمنى لكم السلامة، وأشكرك أيضا على مشاركتك معي في هذه الحلقة، وربما زملائك من رؤساء الاتحاد بقية الدول أوصلوا المشكلة.
شكرا لك عبد الله سيف، رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الصين. مشاهدينا معنا الان عبد الرحمن الملكي وهو رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا. مرحبا بك عبد الرحمن، مساء الخير. مساء الانوار، يا اهلا وسهلا بكم اختي العزيزه. اهلا بك عبد الرحمن، كيف هو الوضع في تركيا؟ هل يختلف عن ما سرده الزملاء في مشاركاتهم السابقه؟ والله أولا نشكركم طاقم قناة بلقيس على اهتمامكم بقضايا الطلاب، ونشكر إخواني وزملائي قادة الاتحادات في الدول على المجهود الذي يبذلونه في خدمة زملائهم الطلاب، ونشكر إخواننا أو المشاهدين المتابعين. لا يخفى عليكم الوضع في جميع الدول، ففي تركيا نفس القضايا التي ناقشوها زملائي الطلاب من الأرباع المتأخرة، الربع الرابع لسنة 2019 والربع الأول والثاني ل 2020، إضافة إلى أغلب الطلاب الذين محتجزة رسومهم في السفارة، والسفارة تخاطبنا تقول أنها تنتظر أمر صرف من وزارة التعليم العالي. يعني الطلاب المبتعثين في الخارج وفي تركيا وفي جميع الدول يعتمدون بعد الله على وزارة التعليم العالي اعتمادا كليا على مستحقاتهم المالية المصروفة، والطلاب حاليا لم يستلموا من مستحقاتهم من العام الماضي، والمفروض أن يتم صرف الربع الرابع والربع الأول والربع الثاني. يعني الطالب يواجه تأخر ما يقارب حق 9 أشهر يا أختي العزيزة. نعم. يعني الطالب قد تحمل ما لا يطيق على كاهله من ديون، وهذا ما يؤثر على حالته النفسية والتعليمية. صحيح. وفي الوضع الجائحة هذه التي عمت العالم بأكمله مع وضع كورونا الحالي، زاد الحمل على الطالب بما لا يطيقه حاليا. يعني الطالب لا يستطيع الاقتراض من أي جهة، ومن أقرضه يسعى للحصول على دينه، وهنالك أشياء أساسية توجب على الطالب أن يدفعها ويقوم بها من إيجارات وفواتير وأشياء شخصية وأساسية كالأكل والشرب، أصعب يعني أسهل الأشياء ولا يستطيع الطالب التهرب منها، فلذلك نفسية الطالب في أسوأ وضع يعني. وحالته صعبة للغاية، حتى أن بعض الطلاب لديهم أمراض صحية، ونحن نخشى من ذلك يعني أن تستمر هذا الوضع. هنالك من الطلاب أيضا تم الرفع بهم في كشوفات الربع الثالث من العام الماضي أنه المصرف الأخير، وهم لا زالوا منتظمين في دراستهم الجامعية، وهم أيضا في حالة سيئة للغاية، حيث أن السفارة تخبرنا أنها لا تستطيع التواصل مع وزارة التعليم العالي. يعني تطلب السفارة، تأتي تطلب المذكرة من آخر مصرف، يعني مثلا في تركيا يوجد 49 طالب يعني وطالبة آخر مصرف، تطلب منهم المذكرة ورفع تظلماتهم، يرفعون بها إلى السفارة، السفارة تقوم برفعها إلى التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لا يوجد أي تجاوب مع المذكرات، يصرفون الكشوفات بعشوائية، لا يتم النظر إلى تظلمات الطلاب. يعني وأزيدك يعني من أنه يقترب شهر رمضان يعني على أبوابه، وجميع الطلاب منتظرين لمستحقاتهم، ويبقى معنا الطلاب الذين لم يتم اعتماد مساعداتهم، وخاصة الطلاب الاستمرارية والمنزلين. فنرجو من وزارة التعليم العالي، وهم سوف نحملهم كامل المسؤولية على هذه الأمانة التي على عاتقهم، يعني اعتماد الطلاب وإعادة المنزلين ومعالجة الدارسين على نفقتهم الخاصة، واعتماد طلاب آخر مصرف في الربع الرابع، وصرف المبالغ التي تعتبر أنها مديونية على الحكومة اليمنية في هذه الجائحة. نعم، إذن عبد الرحمن الملكي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نذهب الآن لاستعراض أبرز التصريحات التي وصلت عبر الواتساب. رسالتنا نحن طلاب اليمن في ألمانيا المبتعثين وغير المبتعثين إلى حكومتنا ومن له القرار على حل إشكالية التأخير المستمر للمنح، والذي للأسف اعتدنا عليه وسئمنا منه طيلة الفترات السابقة. وفي هذا الوقت وبسبب جائحة كورونا فإن سرعة صرف المنح هي أقل ما يمكن أن تقدمه الحكومة من واجبها تجاه الطلاب الدارسين في الخارج. فجائحة كورونا والحجر الصحي أثر تأثير كبير على الوضع المعيشي للطلاب في دول الابتعاث. أغلب الطلاب وفي مقدمتهم الطلاب الغير مبتعثين فقدوا أعمالهم الطلابية التي بجانب دراستهم في الجامعة، وفي الوقت الحالي يتوجب عليهم أيضا دفع رسوم خاصة بالترم الصيفي ورسوم أخرى هم غير قادرين على دفعها، ومستلزمات أخرى هم غير قادرين على دفعها. مناشدات 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 مناشدات، كم نعمل مناشدات ولم نرى أي إجابة، ولم نسمع لهم أي تصريح، لا من قبل حكومة ولا من قبل مسؤولي وزارة التعليم العالي. نتمنى أن يسمعوا كلام الطلبة أو مناشدات جميع الطلبة اليمنيين في دول الابتعاث،
ويخرج حتى بتصريح واحد. نتمنى ذلك، لم نسمع يعني أي شيء، وكأن جميع مناشدات طلاب اليمن في الخارج هي عبارة عن إعلانات في التلفزيون كي يسمعوها ويسمعونها أو يشاهدونها بدون أي إجابة. ونتيجة لذلك تأثر أغلبية الطلاب وفقدوا أعمالهم ودراستهم ومصادر دخلهم، فأصبحت الحياة ومتطلباتها أصعب عليهم بكثير من حيث شراء المواد الغذائية والاستهلاكية ودفع إيجار ورسوم المساكن والمواصلات والتأمين الصحي، فأصبح الطالب اليمني مهددا بالجوع والطرد والأمراض. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وبدون أي إشارات لإنجلاء الأزمة والقضاء على الوباء، لم يتبقى لنا بعد الله عز وجل كطلاب وطالبات في الخارج إلا حكومتنا الموقرة لتكون لنا سندا وعونا، ولذلك نطالب بسرعة صرف مستحقات الربع الرابع للعام 2019. لكن أحب أقول لكم يا سعادة رئيس الوزراء، يا سعادة وزير التعليم العالي، يا سعادة الشيخ سلطان البركاني، سعادة وزير المالية، سعادة رئيس الجمهورية، سعادة الجميع، أناشدكم باسم القسم الجمهوري، قسم الجمهوري الذي أقسمتموه. نحن طلابكم ونحن نحمل هم وطن، وليس أن نحن نطلب أشياء زيادة أو شيء، مجرد أن نحن نطلبه هو إيش. إذن مشاهدين الكرام، كما تابعتم هؤلاء طلابهم لا يتسولون، هم يطالبون بحقوقهم، هم ناشدوا رئيس الوزراء، ناشدوا رئيس الحكومة، ناشدوا وزير التعليم العالي باسم الجمهورية، نحن أيضا نضم صوتنا إلى صوتهم ونطالبكم باسم القانون، باسم القسم الجمهوري أيضا، أن تقوموا بواجبكم، أن تقوموا بمسؤولياتكم، خاصة كما ذكر أحد الضيوف أنه الآن هم مقترب، نحن نقترب على دخول شهر رمضان المبارك، وهؤلاء لم يتم صرف مستحقاتهم منذ الربع الواحد 3 أشهر، يعني هم بلا مستحقات 9 أشهر. نتمنى أن تسمع، أن تصل مناشدتنا هذه المرة وتلقى تفاعل وإجابة. شكرا لكم وإلى اللقاء.